السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أيها الطيبون. أخواني، رغم كل الصورة اللي عم ننقلها عن الأخبار وعن يعني الدول كيف إنها حاصرت المهاجرين وشروط قاسية، ما زال الشباب يحاولون الوصول إلى داخل الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر حقيقة صار أكثر من يعني أخذ أكبر من حجمه، المحاولات بعدة طرق. يعني الآن هذا الخبر من رومانيا، العثور على 34 مهاجر سوري حاولوا عبور الحدود إلى المجر مختبئين في شاحنة. يعني هل هانت يعني أنت كشاب يا أخي؟ أنا ما أتكلم يعني يعني أخوتي السوريين لا يأخذون نظرة أنه أنا عم أتكلم ضدهم، لا، أنا أتكلم خايف عليهم. يعني أنت شاب لما دافع 6000 يورو، 34 شاب على 36 يورو، تصوروا المبلغ كم هو كبير جدا. وبالآخر تم القبض عليهم في نقطتين حدوديتين منفصلتين، تمكنت شرطة الحدود الرومانية من العثور على 34 مهاجر مثل ما تشوفون سوريا، كانوا مختبئين في شاحنات وسيارات في محاولة للوصول إلى المجر. وتقع رومانيا على طريق الهجرة الذي عبر المهاجرون القادمون من تركيا على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. يعني هل معقولة أنت هانت نفسك عليه؟ ممكن ينقطع عنك الأكسجين، ممكن تخاطر بنفسك، ليش هذا كله؟ ليش حتى توصل المانيا وتحصل رفض؟ أعلن الشرطة الرومانية أن ضباط شرطة الحدود بالقرب من مدينة أراد الحدودية مع المجر تمكنوا من اكتشاف 34 مهاجرا سوريا حاولوا عبور الحدود إلى المجر بشكل غير قانوني، مختبئين في 4 شاحنات وسيارتين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع. طيب، وشرح بيان الشرطة أن 3 مواطنين أتراك ورومانيين، 2 كانوا يقودون مركبات مسجلة في تركيا. 3 مواطنين أتراك ورومانيين، يعني 5 مسجلة في تركيا ورومانيا، وصلوا إلى معبر نادلاك الحدودي وشرعوا بالقيام بالإجراءات عبور الحدود في طريقهم إلى الخروج من البلاد. كانوا يعني كملوا ورادي يخرجون، وبحسب الوثائق التي كانت بحوزة السائقين كانوا ينقلون بضائع إلى شركات ألمانية وفرنسية. وبعد المراقبة الدقيقة وتفتيش الشاحنات والسيارات تم اكتشاف ما مجموعه 32 مواطنا أجنبيا مختبئين بين البضائع المنقولة في المقطورات وفي صناديق السيارات. وألقت الشرطة القبض على الأشخاص ونقلتهم إلى مقر القطاع للتحقيق، حيث أثبتت شرطة الحدود بعد الفحوصات أنهم مواطنون سوريون وكانوا يعتزمون عبور الحدود الدولة بشكل غير شرعي، وكان الواحد منهم قد دفع مبلغ كبير لهذا الأمر والهجرة. إذن أخواني الأعزاء، ماذا سوف يحصل لهؤلاء؟ أول شيء، في بيان للشرطة قالت إن السائقين سيواجهون تهما بارتكاب جرائم الإتجار بالمهاجرين، وهذه القضية تأخذ أكثر من 30 سنة سجن، فيما سيواجه المهاجرون تهما تتعلق بمحاولة عبور الحدود الدولة بشكل احتيالي وممكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. طيب، أنتوا هذه المخاطرة فلوسكم راحت، يعني أريد أعرف ليش هذه المخاطرة كلها؟ معقولة؟ هل معقولة أن سوريا لا يتم العيش فيها نهائيا؟ يعني انقطعت سبل المعيشة في سوريا؟ هل سوريا غير آمنة لهذا الحد؟ كيف الآن العراقيين رايحين جايين بطيارات يتعالجون من الأسنان ويعملون جولات سياحية وعمليات تكميم المعدة في سوريا؟ لو كانت سوريا غير آمنة كان كل الناس غادرتها، ولكن العراقيين طيارات رايحة جاية إلى سوريا. وتعتبر رومانيا نقطة عبور المهاجرين القادمين من تركيا عبر بلغاريا بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتحاول السلطات المحلية بالتعاون مع السلطات الأوروبية مواجهة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين. إذن أخواني، العملية أكثر مما تتصور، يعني الناس مراقبين، الشرطة الحدود، دوائر الهجرة كلها مراقبة هذه الشاحنة، وبيها سكانير ويبين لحم الإنسان أو حرارة الإنسان بالسكانير، ولهذا يتم القبض عليهم. إخواني، حقيقة نطلب من الله السلامة لأخوتنا السوريين وأن يرجع إليهم الصواب ويبقون في بلادهم ويعمروها. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.